يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مبتعث ومعه أسرته، والدولة تعطيه عن كل فرد مرتبا شهريا، وهو يريد الآن أن يردهم إلى البلاد، فهل له أن يأخذ هذه النفقة ويرسلها لهم في بلده مع العلم أنه ليس لهم من ينفق عليهم هناك؟ والله لا يتبع النظام، الابتعاث له نظام، وليت ما فيه ابتعاث، ليت الله يريح المسلمين من هذا الابتعاث، لأنه تغريب وخطر، لكن ما يعمل شيء إلا بموجب النظام. نعم.